بعد ما حكيت معكم اليوم دقيقة ما بينقال شيء أكثر من ما بينقال شيء مش معقول ما بينقال شيء أكثر من هيك ما عم فرجيكم بيروت أقول إنه بيروت بشعة بس عم فرجيكم ما يلي موجود هون ما بيتصدق مش معقول بعد ما فتنا على الشوارع لجوا بعد ما شفنا شو عم بيصير جوا برجع بقلكم ما عم فرجيكم بيروت في الاخبار تخبركم عنها بس تتشوفوا هيك على الارض قديش لبنان عايزكم قديش بيروت عايزتكم شيء مش معقول شيء بيقطع النفس شيء بيقطع النفس unbelievable انا ارجع بالك عن جديد هلا احنا كنا عم نغير كونسيبت بس ما كنا متوقعين هيك نغير بهالطريقه الكونسيبت لبنان بضل الضحكه على وجهه مجبورين we have to survive الله يقويك thank you ما بعتقد عايزين تعليق على اللي عم تشوفوه ما بعتقد عايزين تعليق ما بعتقد في شيء معقول واحد انسان يتخيل يشوفه بحياته الا بالفلوم الامريكانيه 20 25 سنه حرب ما عملت بلبنان يلي عملتها كبسه زر شيء ببكي شيء بفضي الدم من الشرايين الحمد لله على السلامة مش فرحان كنت ساكن هون؟ ساكن هون طابي وهيدا بيتي هيدا محل بنتي ما بقى شيء محل فاطين على راس رغم الوجع امبارح دهرنا عروس تحت الرميل دهرت عروس من هون رام غلتي وبعدها ضحكة على وجهك ومأمنين ومكفيين هيدا بلدنا هيدا احلى بلد بالعالم انت هيك بتقول صح ايه تشعر بدني عن جد واو انت متابعنا انا متابعك من كل شيء الالف فيلم الالف فيديو انا متابعك كل ليله بابا نحضر تلفزيون لبنان نحضر فيديوهات تبعك لانه هي اللي عم تعطينا امل ميرسي 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 لانه اخر فيديوهات تبع اهمج بالضيعه اللبنانيه والارز وكل شيء احترناها كل يعني مرتي اذا بتعرف انت هون هلا يعني احلى شيء عندها بالدنيا ميرسي كثير 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 أنطوني أنت خليك أنت الحرام ما تكون وزير سياحة حرام ما تكون إنه أنت أعطيتنا الأمل صراحة أنت خلي أعطيتنا أمل بهالبلد لو ما أنت نحن كنا فلي عن جد مرسي مرسي كتير كتير يعني الناس مثلك خليني كفى عن جد بشكرك كتير بس خليها تعرف هاي بنتي هاي بنتي بونجور بصي راح المحل راح البيت وراح كل شيء بقينا نحن وبنرجع منه عمك لازم إذا خلونا نعمل إن شاء الله. اللي 7 سنين أنا فاتحة المحل بس ما بعرف إذا رح أقدر أرجع عمي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله طلع شو بقى ما بقى يلا إن شاء الله أنا بقول إذا نحن مأمنين إنه في الله تبقينا عايشين أكيد. يعني
بده اياها بعد. بس بعد قد ايه بيرجعوا بيهدموا لي كل شيء؟ هيدا اكسايتنج لايف. انت بتعطي دايما بوزيتيف على الانستا وعلى كل شيء. ما بخلونا نزهق. لا لا هلا مشوقين ناكل القصص اللي بتبعث لنا اياها دايما. ميرسي ميرسي ميرسي. ثانك يو لك. ان شاء الله ضلع تحت على وجهك. لوسي مرتي ليش بتحبك؟ مرتي خبر شو مع حالك؟ بدي صورة معك أكيد. ما تليفوني راح. هيدا واحد عطيني مؤقتا هلا. عويصة قصتها. ستاندرد بيوتي. اوكي. بقول لك انا خليني. مرر اون. عقد اصابة دراسة. اصابة دراسة. مرتي اصابة دراسة يا لك تعرف. هيدا احلى في عن جد. احلى احلى. ان شاء الله تضحك على وشكم بتعرفوا. ثانك يو. هيدا لايف؟ هيدا لايف. واو. عن جد واو. روح الشعب خمر هي من عرقه خبز وياسمين فكيف صار طعمها طعم نار ودخان لبيروت مجد من رماد لبيروت فوق يدها أطفأت مدينتي قنديلها أغلقت بابها أصبحت في المساء وحدها وحدها ولا يوم